هواية كادت تصل به إلى الطلاق. عامان قضاهما هذا الرجل في حل لغز بازل مكون من آلاف القطع. كين روبنسون سائق شاحنة متقاعد اشترى لغز بازل مكوناً من 34 ألف قطعة وبدأ في تجميعها ليملأ وقت فراغه ويتخلص من الملل، لكنه لم يعلم أنه سيصبح نجماً على أوراق الصحف بعد انتهائه من هذه المهمة. 24 شهراً لم يتخلى روبنسون خلالها عن هدف تجميع اللغز، وهو عبارة عن مشهد لغابة عملاقة، وخصص غرفة كاملة لهذا الغرض كان يعمل عليها لمدة 4 ساعات يومياً، حتى إن زوجته كادت تطلب الانفصال عنه بسبب الوقت الطويل الذي يمضيه في هذه المهمة الغريبة. هل لديكم الصبر لحل مثل هذه الألغاز؟